نفذت كل خطط الحكومة المحلية في كربلاء للتعامل مع حرق الإطارات وقطع الشوارع ليلا، واستعانت بمجاميع وموظفين بأقسام مختلفة تابعين لإحدى الجهات الدينية بالمحافظة، لكن هذه المجاميع لم تعالج عمليات الحرق، بل ذهبت للتصادم مع المتظاهرين السلميين بفلكة الأحرار، والصورة التي وثقناها مع شهادات المحتجين تثبت ما نقول. ليس بما أوتوا من أجله، إنما هم يقومون الآن بإشعال فتنة بين المتظاهرين وبين الأجهزة الأمنية وإشعال محافظة كربلاء من حيث أعمال الشغب والتخريب، لأنهم يحتوون على بعض المجاميع التي مستقطبينها من كافة الأقسام. هم من يقومون بحرق الإطارات وهم من يقومون بأعمال الشغب حتى يعطون ذريعة لهم إلى الدخول إلى هذا المخيم للقيام بحرقه، كما فعلوا بعض الأجهزة الأمنية في باقي المحافظات. أنه نزل كتاب من العتبة الحسينية أنه ينشرون منتسبين لهم كل الأفرع والنقاط اللي قريبة على ساحة فلكة التربية، أو على أساس أنه هم حماية المتظاهرين. اليوم اللي شفناه أنه نصبوا 3 خيم موجودة هنا، كلهم تواثي، وقبل شوية مسدسات يرمون، وقدام عيننا خاف واحد يقول ما شفتوا هاي مسدسات وتوافي كلها جدد من هاي هسه هم مسويها زين، وهاي هسه غادية ملحمة بين شباب كربلة، هم ذولاك شباب كربلة وذولا شباب كربلة زين. مصابون أثناء الصدامات أدلوا بشهادات عبر عدسة التغيير لطبيعة ما حصل، رافضين الكشف عن وجوههم خوفا من الاستهداف والاختطاف، مؤكدين أنهم تعرضوا لأنواع القمع من قبل هذه المجاميع المدنية، وليس لهم ذنب سوى أنهم شباب، وعلى ما يبدو أن المستهدف الوحيد اليوم هم الشباب. يمينك وياهم ضربوا علينا طلق حيدر خان مولوتوف، ما خلوا شيء، ما شمروا علينا. وصلت كم؟ منين ذول الملثمين؟ والله ما اعرف. مدنيين؟ مدنيين رامي حي صار علينا زين، وقع واحد من جماعتنا نريد نشيله، ضربونا 2 صجمات، شوفون 2 صجمات ذن. مدنيين هاي منو ذول الملثمين مدنيين؟ ما حد يعرفهم. جماعة مسلم ما اعرف والله زين، المهم هم مدن. وتبقى الاحتجاجات في عموم المحافظات المنتفضة تشكل خطرا على الفاسدين الذين ما زالوا يحاولون البقاء بشتى الوسائل. تظاهرات كبرى لمؤازرة الوطن وتأييد مطالب الشعب انطلقت شرارتها منذ العام الماضي وحققت بعض مطالبها لكن دون أن تنفذ. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.